مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية. النجاح كيف يمكن قياسه؟ الخطوة الأولى لقياس النجاح هي وضوح الرؤية والغايات. نقيس النجاح بقبلة بريئة. نقيس النجاح بفرحة الوالد بحفظ كتاب الله تعالى. نقيس النجاح بابتسامة يتيم. نقيس النجاح بسعادة الوالد حين ينظر أن طفله لم يعد يشعر بالبرد. نقيس النجاح بيدي شيخ كبير يرفعهما بالدعاء. نقيس النجاح بعيني طفلة تحلم بغد أفضل. أما الخطوة الثانية لقياس النجاح فهي مدى تحقيق تلك الرؤية على أرض الواقع، ويظهر ذلك من خلال لغة الأرقام والبيانات. بناء 4469 مسجداً، إنشاء 248 مركزاً إسلامياً، حفر 12,064 بئراً، بناء 485 بيتاً للفقراء، إنشاء 263 معهداً ومدرسة، إنشاء 55 داراً للأيتام، إنشاء 70 مركزاً صحي، إنشاء 141 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، كفالة 35,000 يتيم وأسرة محتاجة. إنه توازن بين الرؤية والأرقام، وبين الغايات والوسائل، وبين الكيف والكم. وهذا سر نجاحنا في مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية.